مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في راديو جمو. معاكم هاجر احمد وهدى بهاء في اولى حلقات برنامج خبايا الاساطير. موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن اسطوره مشهوره لكتير مننا، حقيقتها غامضه، حصل حواليها قصص كتير غريبه ومخيفه. قصر البارون اتبنى في القرن ال19، بناه المهندس ادوارد امبان اللي خد لقب البارون من ملك فرنسا بعد مساهمته العظيمه في انشاء المترو. الراجل ده كان بيعاني من انه عنده عرق في رجله وكان بيجيله نوبات سقط، وكان راجل قاسي الطبع جدا لدرجه ان خدامه لما كان بيجيله صرع ما كانوش بيلحقوه لانه كان بيقول لهم ما يعملوش اي حاجه الا باذن منه، فكانوا بيسبوه. ناس قالت انه قتل المهندس اللي ساعده في بناء القصر ده عشان ما حدش يبقى عنده نفس القصر بتاعه او حتى شبه. البارون ادوارد كان معروف بقسوه الطبع، واللي كانت بتشاركه في نفس الطبع ده اخته اللي كانت عايشه معاه في نفس القصر. ادوارد كان عنده بنت مصابه بشلل الاطفال، بس مش دي المشكله. المشكله انهم كانوا بيعاملوها معامله قاسيه جدا لدرجه ان البنت اتعرضت لحاله من الاكتئاب. بعدها بفتره اتعرفت بنت البارون على بنت في نفس سنها، كانت بتمارس نوع غريب من السحر وكانت بتتبع جماعه من جماعات عبده الشيطان. البنت دي اقنعت بنت البارون ان السحر هو الحل الوحيد للتخلص من قسوه البارون واخته عليها ومن اكتئابها. بس بعد الموضوع ده بكام يوم حصل حاجه غريبه جدا في القصر. البارون ادوارد سمع صوت اخته وهي بتصرخ وبتطلب المساعده، وهي كانت قاعده في البرج الدوار، وراح عشان يلحقها لقاها بتتحدف من شباك البرج ده، وبعد كده البرج بطل يدور من يوم وفاتها. بعدها وبمدة مش كبيرة ماتت بنت البارون بشكل غريب جدا. البنت ميتة في البدروم وهي ما بتتحركش. البارون اعتقد انها روح اخته رجعت تنتقم لان محدش انقذها، ونزل لغرفته اللي اتقال عنها انها اسمها الغرفة المسحورة. كان ممنوع الاقتراب من اي غرفة خصوصا الغرفة دي. حضر فيها روح أخته عشان يعتذر لها إنه ملحقش ينقذها. رفضت اعتذاره ده وقررت تنتقم منه. ماتت مرات البارون بشكل غريب، لقوا جثتها موجودة بين باب الأسانسير. بعدها ومدة مش طويلة مات ابن البارون بشكل غامض ومخيف. بعدها مات البارون وبقى بعدها مبنى مهجور عرضة للصوص والمدمرين، كمان كان مكان مناسب لإقامة طقوس عبدة الشياطين فيه. الجيران اللي حوالين القصر قالوا إنهم دايما بيشوفوا ويسمعوا حاجات غريبة، دايما بيسمعوا صوت تحريك أساس في نص الليل، وفي منهم اللي قال إنهم شافوا حريق في القصر ودخان طالع. كل ده بيحصل فجأة وبيختفي فجأة، كل ده بيحصل في أقل من ثواني. دخول القصر كان مخيف بالنسبة لناس كثيرة، خصوصا بعد ما في ناس دخلت القصر وتعرضت لمخاطر كبيره جدا. في منهم اللي بيتعالج نفسيا بعد خروجه، وفي اللي اختفوا محدش عارف عنهم اي حاجه، وفي اللي ماتوا بطرق غامضه ومخيفه. بس الاغرب من كل ده ان كل اللي خرج من القصر ده ما بيحكيش اي حاجه عن اللي حصل. الحقيقه ورا كل ده ان كل ده شيء طبيعي لمكان اتقتل فيه ناس وحصل فيه طقوس لعبده الشياطين وللسحر ولتحضير الارواح كمان، غير انه بعد كل ده اتهجر وبقى مكان مقفول وبقى عرضة للسكون الجان والاشباح، وانه يحصل فيه كل ده شيء طبيعي بس مخيف. اسطورة البارون بتنتهي الى انها كانت واقع عاشته ناس كتيرة تعرضت لمخاطر كبيرة بسببه، بس بعد ترميمه وافتتاحه وتواجد الناس فيه بشكل كبير ما اعتقدش انه بقى عرضة لوجود اي اساطير او اشباح حواليه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم هدى بهاء وهاجر من برنامج خبايا الأساطير على راديو جام. استنونا في الحلقة الجاية وأسطورة جديدة تصبحوا عليكم.